الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا روح ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في الحقوق الواجبة بين الزوجين. يقول فضيلة الشيخ عطية صقر: واعلم أن الحقوق التي سأذكرها ها هنا لا يقصد منها ما هو خاص بالواجب المحتم كما اصطلح عليه علماء الفقه، حيث يترتب على التقصير فيه عقاب الله تعالى، بل المراد بها ما يشمل الواجب والمندوب. يعني حينما نقول الحقوق الواجبة بين الزوجين، أو الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، يعني الحقوق التي تشمل الواجب والمندوب. فإننا لا نريد للأسرة مجرد أن تقوم وتتكون فقط، بل نريد أن تكون سعيدة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل. ولا شك أن بعض المندوبات لها دخل كبير في هذه السعادة. يعني قد يكون الشيء مندوبا لكنه مهم جدا في حياة الأسرة. فإذا كان غرضنا من بيان الحقوق التي للطرفين السعادة، السعادة الكاملة للأسرة، كانت هناك هذه المندوبات من الواجبات اجتماعية، وإن لم تكن من الواجبات الشرعية فهي من الواجبات الاجتماعية. ليه؟ لأنها تحقق السعادة للأسرة، يبقى تجب اجتماعيا لا شرعيا، لأنه يترتب على تركها أو التقصير فيها عدم تحقق السعادة. وعلى ضوء هذه القواعد سأضع بين يديك من الحقوق مجموعة أو مجموعات منظمة، فإن الذين تحدثوا عن هذه الحقوق لم يستوعبوها، وإن استوعبوها ذكروها غير مرتبة ولا منظمة، بل سردوها سردا يصعب معه الإلمام بها. وإليك هذا التنظيم. يعني الشيخ ينظم الحقوق على عدة مجموعات، كل مجموعة طبعا بتمثل شيئا في جانب الأسرة. أول مجموعة، يقول الشيخ: نظرا لجانب الضعف في المرأة، يجب على الرجل دينيا واجتماعيا أن يكون لطيفا في معاملته إياه. وسأختار لك مظهرين لهذا اللطف، هما المحافظة على شعورها وتحمل أذاها. المحافظة على شعورها وتحمل أذاها، ده مراعاة لجانب الضعف، مراعاة لجانب الضعف، يحافظ على الشعور ويتحمل الأذى. المجموعة الثانية: نظرا لحدة عواطفها وبعض نواحي النقص فيها، يجب أن يكون موجها لها ومراقبا لتصرفاتها.
لأن زلتها ستلصق به حتما. ضرورة كونه عضوا في أسرة هي أيضا عضو فيها. الأسرة تقوم على هذين العمودين، الزوج والزوجة، فلا بد طبعا من إيه؟ من مراقبة التصرفات مع التوجيه، لأن طبعا أي خطأ بينسب للزوج أو بينسب للأسرة التي عميدها الزوج، يبقى خطأ المرأة بيصيب الإيه؟ الزوج حتما. ولهذا التوجيه والمراقبة ثلاثة مظاهر: تعليمها، الغيرة عليها ومراقبة سلوكها، تأديبها عند المخالفة. دي الحقوق الثلاثة اللي هي إيه؟ تجب على الزوج لأجل حدة عواطف المرأة. المرأة عندها إيه؟ حدة عاطفة، فلا بد إيه؟ أن يوجه ويراقب ويؤدب، يوجه ويراقب ويؤدب ويعلم، هو التوجيه بالعلم. ولا بد أن يكون غيورا عليه ولا يتركها تتصرف كيف تشاء. المجموعة الثالثة في الحقوق، طبعا هذه الحقوق طبعا هتدرس بالتفصيل في هذا الكتاب كله، لكن دي طبعا ايه مفاتيح الشيخ هيمشي عليها بعد كده. نظرا لكونها أجنبية في النسب عنه، وصارت بحكم الزواج تحت رعايته، فلا ينبغي أن يكون موقفه منها موقف الوصي من القاصر، يعني يعاملها معاملة الوصي على القاصر، لا، على الصورة التي هي امتداد للزواج بسلطة. يعني ما يكونش كالسلطان الشديد عليها، طبعا لا، فقد عفى الإسلام على هذه المعاملة الشاذة، ومنح الزوجة طبعا قسطا كبيرا من الحرية في التصرفات المالية كما رسمت قواعد الشريعة من بيع وشراء وهبة وخلاف وخلافه، وحرم على الزوج أن تمتد يده إلى ما يخصها من الأموال إلا بطيب نفس منها ورضاه، ومن هنا ينتج حق المحافظة على مالها، يعني لا يحجر عليها كما يحجر على السفيه مثلا ويعاملها معاملة الوصي على اليتيم أو القاصر، لا، لا، هو طبعا يحافظ على مالها ولكن بإيه؟ بحكمة وعلم، مش معناها إن هي مراته يعني خلاص بقت ملكه وملك والفلوس ملكه وكل حاجة ملكه، لا، طبعا الإسلام لما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نيئا مريئا. فذمتها المالية مستقلة عن ذمة الزوج تماما. يعني مكتوبش عليها هي المرسل؟ لا طبعا، ولا يغصب عليها أن تأتي بالميراث من أبيها أو من أخيها، ولا يكرهها مثلا أن تبيع الذهب لكي يتاجر هو فيه، أو أن تأتي بميراثها من بيت أبيها مثلا حتى يسكن فيه. بعض الناس يفعل هذا، وكل ده طبعا حرام، ويعني لأن الإسلام أعطاها الحرية
تتصرف في حدود الشرع، تبيع، تهب، تتصدق، تقف، يعني وقف، عايز تعمل وقف، تؤجر، تعمل كل حاجة من التصرفات الشرعية. ستجد في الحشيش الحاسب ده ايه؟ ده يصيب انيان، يعيب انيان. تتاجر في السلاح طبعا لا ما ينفعش، تسمسر برضه ما ينفعش. ها؟ يعني تعمل في الشيء الذي لا يعيب الزوج. ها؟ يعني تتصرف التصرفات الشرعية. ها؟ هتبيع حاجة، تشتري حاجة براحتك، تهب، تتصدق، توصي، تعمل وقف، هي حرة. ما بقولهاش لا أولادك وأنا وأنا، لا. زي ما أنت بتتصرف في مالك التصرف الحلال هي تتصرف. بس إذا هتعصي الله بي تقول لا حسب الله، مش كده. ممنوع. زي ما أنت مسؤول عن صلاتها، مسؤول برضو عن زكاتها، تؤدي الزكاة، مسؤول عن صومها، مسؤول عن حجها برضو، تأمرها بالحج، تحج ما دام قادرة وهكذا، أو تساعدها على الحج، تاخدها معاك مثلا وهي تدفع من مالها الخاص. يعني الزوج معلش الحج طبعا إلا إذا تطور هو، لأنها أجنبية في النسب عنه، يعني حتى وإن كانت قريبة لكن تعتبر أجنبية بالنسبة له، ولولا أجنبية ما تبقاش حلال لي أصلا يعني. فلا بد أن يعني يحافظ عليها وعلى مالها. المجموعة الرابعة في الحقوق، ونظرا لكونها منقولة من عش إلى عش ومن جو إلى جو، ينبغي أن يعوضها ما فقدته من أنس وحنان كانت تتمتع به في كنف والديها، فيكون لها أنيسا ومسليا بكل ما يشرح صدرها. يعوضها طبعا عن والديها، وينسيها غربتها لأنها تعتبر غريبة، هي غريبة عنها، ويعوضها العيش في عشها الجديد، وهذا ينتج له أو ينتج لها حق تسليتها. تسلية الإيه؟ المرأة يسليها عما فقدته من حنان والديه. يعني التسلية دي حق الزوجة على زوجها. المجموعة الخامسة من الحقوق، ده كله ده على سبيل الإجمال والتفصيل سيأتي بعد، ونظرا لكونها زوجة طلبت للمتعة وجب عليه تحقيقا لهذا المعنى أمران: إعفافها بالمباشرة الجنسية وعدم الإهمال. وبعدين إذا كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، يجب عليه العدل بين إيه؟ بينهن أو بينهما إن كانوا اثنين. الأمر السادس، ونظرا لكونها شريكة في بناء الأسرة ومساعدة له على الحياة، يجب أن يكون هناك تفاهم على الوسيلة التي يتحقق بها هذا الفرد، وهذا يعطيها حق المشاورة، حق المشاورة، لأنها شريكة، شريكة في بناء الأسرة، فيأخذ رأيها خاصة في الأمور المنزلية بالذات، البيع، يعني شراء الأشياء الخاصة بالبيت من طعام أو شراب أو كسوة أو جهاز في المنزل، يعني يشاورها لربما تشير عليه برأي هو خير من رأيه، أو هي توفر هذا الشيء
الذي سيأتي به. يقول له احنا مش محتاجين للحاجة دي. لكن طبعا المشاورة في الأمور الخاصة خارج البيت لا طبعا ما يلزمش يشاور المرأة في ذلك، لا تتدخل في الشؤون الخارجية. لكن المدرب المشاور هنا الشؤون الايه؟ الشؤون الداخلية المنزلية. انه احيانا تبقى المرأة عندها شيء من الحكمة في التدبيرات المنزلية فيكون رأيها أصوب من رأي الرجل. المشاورة يعني فيها شيء من الايه؟ من الاعتبار. الاعتبار خاصة ان هي يعني شريكة. شريكة في المنزل. طبعا المجموعة الأخيرة ونظرا لكونها محققة لرغباته المادية والمعنوية مطيعة له فيما يريد منها لأنه سعى إليها محتاجا لها وجب عليه أن يكافئها على ذلك بأمور ثلاثة: الإنفاق عليها، الوفاء لها، الإحسان في تطليقها عند الاستغناء عنها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف من غير زوج. وبهذا التنظيم يتجمع للمرأة 13 حقا، طبعا ما بين واجب وما بين ايه؟ مندوب. أعتقد أنها أهم الحقوق الواجبة لها على الزوج، وما عداها يندرج تحتها. والآن نشرع في الكلام على كل حق منها بالتفصيل في الفصول الآتية. يعني الـ13 حق دي واخدة باقي الكتاب على سبيل التفصيل. وسيكون في كثير منها تفريعات لازمة لتوفية الموضوع حقه إن شاء الله. فالفصل الأول في المحافظة على إيه؟ على شعورها. فالمحافظة على شعور الزوجة كلمة واسعة يعبر عنها أحيانا بحسن الخلق الذي هو أعم منها وأشمل، فهو ينتهي بآثاره ومظاهره إلى حيث تنتهي كلمة المعروف التي قال الله تعالى فيها: وعاشرهن بالمعروف. وفي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكلمة المعروف دي هي المحافظة على شعور المرأة ومعاملتها بالخلق الحسن. ولكن أقصد بهذا العنوان اللي هو المحافظة على الشعور بعضا من مظاهر حسن الخلق والمعروف التي تتصل بضعف المرء وجوانب الخير فيه. ومن أبرز هذه المظاهر ما يأتي: 1. صون اللسان عن رميها بالعيوب التي تكره أن تعاب بها. ده من حسن الخلق. سواء كانت خلقية لا تملك من أمر تغييرها شيئا، يعني كونها قصيرة أو كونها سوداء أو كونها عمشاء أو كونها عرجاء، كل ده طبعا لا دخل لها فيها. زي ما واحدة يعني زوجها بيعيب عليها يعني،
هي امرأة صالحة. كان قال لها سوداء يا عرض يا كذا، قالت له: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ شوف المرأة الفقيهة يعني بتقوم زوجها، بتقوم: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ تعيب على مين أصلا يعني؟ ها؟ هذا خلق الله؟ لما ربنا قال: فأروني ماذا خلق الذين من دون؟ ها؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجوز له أن يعيب خلقة أي شيء. إزاي؟ زمان سيدنا عيسى لما مر على الخنزير، ميت، خنزير ميت، فقال، قال الحواريون الذين يمشون معه: ما أشد نتن ريحه، معفن يعني، فقال: ما أشد بياض أسنان. ها؟ ما أشد بياض أسنان. قيل له: خنزير يا روح الله. قال: عودت لساني ألا يقول إلا خير. شوف، نظر إلى أحسن شيء في الخنزير وهو الأسنان: ما أشد بياض أسنان، وهو ميت. لكن طبعا ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، مفيش بذاء حتى مع الخنزير. فكذلك المرأة لابد من حق، من حقها على الزوج أن يصون لسانه عن أن يعيبها بعيب هو فيها ولا دخل لها فيه، خاصة العيب الخلقي كقصر ودمامة وغيره. يعني كونها وجهها مثلا قبيح شوية، أو خلقية، يعني خلقية أو خلقية الصفة يعني أو العيب، أم خلقية لها دخل فيها كتباطؤ في إنجاز العمل أو عدم إتقانه أو سرسرة ونحو ذلك. يعني حتى العيوب الخلقية اللي ممكن تغيرها برضو إيه؟ ما يعيبش عليها، وإنما يوجه من غير إيه؟ تعيير. ولذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي عنده رسالة كاملة: الفرق بين النصيحة والتعيير. فرق بعيد. أنت لما تنصح واحد يقبل منك النصيحة حتى بالعيب الذي هو فيه، تقول له: ينبغي ألا يكون كذا وكذا. لكن لما تقول له: يا همجي، يا مهرجاتي، يا ما كلامك كثير، تفضل ايه؟ هل يقبل منك حاجه؟ لانك انت بتعيره. فممكن يزداد هذا، يعني هذا العيب يزداد فيه. لكن لما تقول له: ينبغي للمؤمن ان يكون مثلا قليل الكلام، لا يتكلم الا فيما يعنيه، جيب له كده، هذه نصيحه. فالنصيحه كده تبقى ايه؟ بالرفق. بالرفق. ادفع بالتي هي احسن. فالتي هي احسن النصيحه وليس التعيير. علما بان العيوب الخلقيه خاصه كانت مقياس تقديرك لها عندما تقدمت لخطبتها، نزولا على حكم الحب الذي تمكن من قلبك نحوها، فأعماك عن كثير مما صرت تعيبها به عند فتور هذا الحب. يعني العيوب الخلقية إن كان مثلا تباطؤ أو كثرة كلام أو أي شيء، ساعة أنت خطبتها يعني كنت عارف بهذه العيوب، ولكن زي ما قال الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوئ. يعني في الأول كنت بتنظر بعين الرضا والمحبة، فكل عيب فيها تغاضيت عني. طب تيجي تعيرها ليه بعد إيه؟ بعد الزواج المفروض طبعا ايه؟ تصون اللسان عن التعيير، لأنك خطبتها ورضيت بما فيها، فلا بد أن تصبر على هذه الايه؟ العيوب. ومفيش داعي للتعيير، لأن التعيير يزيد في العيوب، يزيد، وقد يجعلها تصر على العيب. إنما التوجيه هو الأصلح، هو الأصلح. قال: ومما يدل على كراهة الإسلام لهذا المسلك وراء رمي الزوجة بالعيوب وتعييرها، إلى جانب النصوص العامة طبعا التي تنهى عن السخرية والاستهزاء واللمز والتلابس بالألقاب والاحتقار والسباب وغير ذلك من العيوب الخلقية، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة عندما سأله عن حق الزوجة على الزوج، قال له ايه؟ ما حق امرأة احدانا عليه؟ ما حق امرأة احدانا ايه عليه؟ حقها ايه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف عادل الأدب النبوي اللي كان طبعا متحقق في رسول الله، عشان هو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليه وسلم. هو بيوجه لما قال له ايه؟ ما حق امرأة احدانا عليه؟ ان تطعمها اذا طعمت. ليه؟ لانه في بعض الناس يأكل هو اناني ولا يطعم امرأته، او يأكل هو واولاده ويحرم امرأته. طبعا لا، ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت. هو يلبس احسن الثياب ويبخل عليها بخير الثياب كما يلبسه. طبعا لا. ولا تضرب الوجه، يعني الانسان ما يضربش المراه على ايه؟ على وجهه، لانه الحديث طبعا صحيح، يعني إذا ضربتم فاتقوا الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني ولا البهيمة حتى، اللي بقى ولا البهيمة تضرب على الوجه. يعني الإنسان لا يضرب شيئا على وجهه إكراما للوجه. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني ولا تقل لها قبحك الله. في بعض الناس يقولوا هذا، او يشتموا العرب كمان، كانوا يقولوا قبحك الله وقبحك الله، لان التقبيح معناه التشويه، تدعو عليها بالايه؟ بالتشويه. ولا تهجر الا في البيت. ولا تهجر، الهجران اللي هو ايه؟ المخاصمة، يعني المخاصمة. قال الحافظ المنذري بعد ذكر هذا الحديث: أي لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، ولا تقل قبحك الله ونحو ذلك.
برضو علشان يعني إعفاف اللسان عن الألفاظ التي يكرهها الله أولا ويكرهها العبد ثانيا، أن العبد لا يحب أن يسمع هذه الألفاظ القبيحة، لأنك أنت لما تسمع أي واحد يعني يشتم امرأته أو يشتم أحدا تقول عنه إيه؟ ده لسان زالف أو لسان سيء، وهو رجل فاحش، حتى الناس يبعدون عنه. ده اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشة. يقول لك ابعد عن فلان، ده احسن ايه؟ لسانه وحش، قبيح، لسانه قبيح، عياب، شتام، سباب. فالناس يتحاشونه اتقاء فحشة. ده شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فما بالك عاد بمن يعني يسيء إلى امرأته بهذه الألفاظ القبيحة، من باب أولى. بعدين اللي بيعود لسانه على الفحش تلقاه يتفاحش مع امرأته وغير امرأته، والذي يكون صاحب لسان عفيف يكون مع امرأته هكذا ومع الناس هكذا، لأن النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفط. فالذي يعود لسانه الفحش يتفاحش مع كل الناس حتى مع الطير والحيوان، تلقاه يشتم الطير ويشتم الحيوان بالألفاظ القبيحة. واللي يعفف لسانه، ومن يستعفف يعفه الله. اللي يعود لسانه على الكلمة الحسنة يبقى ايه؟ أفضل. ده من ضمن الميثاق اللي أخذ ربنا على بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، والوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. شوف إزاي، عشان عظم اللسان الحسن. ها، وقولوا للناس حسنا أي لا قبحا من جميع الوجوه. يعني ما تعودش لسانك القبيح مع أي شيء، حتى مع الحيوان. شوف سيدنا عيسى حتى مع الخنزير قال: ما أشد بياض أسنانه. عشان ما يعودش لسانه على إيه؟ القول القبيح. فما بالك عاد مع المرأة أو شريكة الحياة وعميدة البيت. ده كله علشان دوام الصلة والرابطة بينك وبين امرأتك. الإسلام أمر بهذا. قال: ومن المكروه الذي ينبغي ألا يسمعها إياه عيب أحد من أهلها بفقر أو جهل أو عدم حسب أو نسب أو دين أو خلق. يعني مش كمان يوجه لها العيب أو الفحش، لا، ده كمان حتى الأهل، أهل الزوجة، ما يقولهاش فلان قريب كذا وكذا وكذا، ويفضل إيه؟ برضه ده ممنوع. وقد حدث أن فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة قالت لزوجها عقيل ابن أبي طالب: تصير إلي
وأنفق عليك، نصير إلي وأنفق عليك، يعني تكون زوجا لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والدها وعمها؟ هي بنت عتبة هي، وقد مات كافرين. فقال لها إيه؟ على يسارك في النار إذا دخلت، على يسارك في النار. قالت له: أين أبي وعمي يعني؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت سيدنا عثمان بن عفان فذكرت له ذلك، شكته يعني لإيه؟ لسيدنا عثمان، فذكرت له ذلك. فضحك سيدنا عثمان طبعا، وأرسل ابن عباس، ده من أهل إيه؟ من أهل الزوج عقيل بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، لأنه من بني أمية، من أهل فاطمة بنت عتبة، لأنه من بني أمية، ليحكما بينهما. قال: فوجداهما قد أغلقا عليهما الباب فرجع، يعني راح سيدنا معاوية سيدنا عبد الله بن عباس ليصلح ايه بينهم، فوجداهما ايه قد أغلقا الباب، يعني كأنهما اصطلحا، فرجع ايه الحكمان. ذكر هذه القصة الحافظ كثير في تفسير: وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لأن تعيين الزوجة بأهلها يورث إيه؟ الخصام والشجار، يبقى لا داعي إيه؟ لفتح هذا الباب المقفل. أي واحد يعين مراته بأهلها هيؤدي إلى الخصام والانقطاع، يبقى مفيش داعي ليه انك انت تعير اهلها، حتى ولو بشيء هو فيهم، حتى ولو كفار مالكش دعوه بيهم، مالكش دعوه بيهم، لانها مهما تكن لا تحب ان تسمع شيئا في اهلها. يعني عكرمة ابن أبي جهل لما كان حد يعني عير والده كان يغضب، رغم أنه عدو الله وهو صحابي جليل، فلما راح شكى للنبي عليه الصلاة والسلام فنهى، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأحياء الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. خلاص. فده أدب إسلامي رفيع، من ضمن يعني إيه المكروه الذي ينبغي ألا يسمعه امرأته، ألا يعيب شيئا أو أحدا من أقربائها بأي عيب. وأعيذك بالله أن تشتط في كراهيتك لها، يعني تبالغ في البغض والكراهية لها، فتبالغ في رميها بالقبح، خصوصا عندما تسور أعصابك، يعني الإنسان لما يغضب غضب شديد تلقاه إيه؟ يعني
يذكر أشياء كثيرة جدا طبعا في تقبيح المرأة بسبب تصرفاتها أو بسبب آخر، فتكون كالشاعر الذي هجى امرأته، أخذ يهجوها، فقعد يقول لها جسم برغوث وساق نعامة ووجه كوجه القرد أو هو أقبح. شوف المبالغة لحد فين، لها جسم برغوث، يعني جسمها زي دي في النحافة يعني. وساق نعامة، يعني رجلها زي الجريدة. ووجه كوجه القرد أو هو أقبح، العياذ بالله. شوف هذا شطط في الوصف. طب هل هي كذا؟ ما خدتها ليه؟ ومين اللي خدها؟ مين اللي نجاها؟ أو مين نجاها؟ كأنه يشتم إيه؟ نفسه. وقال: وتبرق عيناها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الضجيع وتكلح. يعني عينيها بتدور كده ايه زي البرق. قال لها: مضحك كالحش، تحسب انها اذا ضحكت في اوجه القوم تسلح. انت عارف معنى البيت ده ايه؟ بيشبه وشها بالكنيف اللي بيسيروا فيه. الفم يعني. لها مضحك كالحش، الحش اللي هو ايه؟ موضع قضاء الحاجة، يعني الفم زي ايه؟ دورة المياه. قال: لما تضحك كأنها بتسير على الناس. شوف الهجاء الفظيع. لها مضحك كالحش، تحسب انها اذا ضحكت في اوج القوم تسلح. يعني ساعة ما تضحك كانها بتبول عليهم. وتفتح لا كانت، فمن لو رايته توهمته بابا من النار يفتح. يعني ساعة تفتح الفم كانه نار طالعه من ولاده. وبيد عليها ان شاء الله مكانت. وتفتح لا كانت، فمن لو رايته توهمته بابا من النار يفتح. وايه كمان؟ قال: اذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوز منها حين يمسي ويصبح. ولا يعني الشيطان لما يشوف وشها هو يتعوز منها صباح المساء، معنى انها اقبح من صورة الشيطان. ازاي؟ شوف الشاعر طبعا وصل لمرحلة اليأس والقنوط، شدة الغضب طبعا. يعني حين يغضب الإنسان يقول أسوأ ما يعرف، أسوأ ما يعرف. لكن إحنا نسأل سؤال: طب أنت اتزوجتها ليه؟ مين خطبها لك؟ مش أنت اللي أعجبت بيها خطبتها؟ يعني كل الأشياء اللي أنت بتوصفها دي ما رأيتهاش قبل الزواج، لكن هو غضب فقال أسوأ ما يعلم وما يعرف. لكن انت لو شفته وهو خاطب مثلا هيقول عكس الكلام ده كله. وعين الرضا عن كل عيب كليل، كما ورد في الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. هو لما كان حبيبها
لو سألت عنها طبعا يكتب كتاب في المحاسن، ها؟ ولكن لما بعد ذلك طبعا ايه لما تزوج افسد الحب الزواج الحب، زي ما يقولوا النفسيون علماء النفس يقولوا ايه الزواج يفسد الحب. فاحنا لو قلنا لهذا الرجل الهجاء الذي يهجو امرأته بهذا الهجاء المقزع الصعب، يقول له طب انت لما تزوجتها كنت فين؟ ولا كان حد مثلا غشك فيها مثلا؟ او وروك واحدة والدوك دي مثلا؟ الدوك غيرها؟ المعامله هي اللي بتكشف الاخلاق والاحتكاك، وده طبعا. لكن الانسان طبعا مش هيعيش قبل الزواج مع امرأته حتى يعرف كل ما فيها، هذا امر مستبعد. يعني مهما طالت فتره الخطوبه او الفتره التي قبل الدخول مثلا، يعني بعد العقد وقبل الدخول، مهما طالت ولو مكست سنين، لكن لا يكشف الإنسان على حقيقته إلا المعاشرة. عشان كده يعني وكلاهما خطاء، يعني الرجل فيه معايب ونقائص والمرأة كذلك. ايوه، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كما ورد في السنن، ايما رجل صبر على سوء خلق امراته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على بلاء، وايما امراه صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ما اعطى اسيه امراه فرعون. شوف الترغيب، الترغيب. فأحيانا يكون البلاء للمرأة في زوجها، وأحيانا يكون البلاء للزوج في امرأته. يبقى لابد من صبر أحدهما على الآخر، لابد. يعني هي قدره وهي قدرها فيه، فلا بد من ايه؟ من النظر الى المحاسن، فكل انسان فيه محاسن، والنظر الى المعايب والصبر عليها، يعني يرضى بالمحاسن منها ويصبر على السيئات، وهي كذلك، وهي كذلك. فكل انسان فيه المحاسن والمعايب، وكل إنسان فيها المحاسن والمعايب. ولذلك يعني سيدنا عمر لما واحد قال له إني أريد أن أطلق امرأتي، قال له لما؟ قال إني لا أحبها، إني لا أحبها. فقال له سيدنا عمر إيه؟ فأين التذمم والوفاء؟ التذمم اللي هو العقد الذي بينك وبينها، يعني أين الذمة وأين الوفاء بهذه الذمة؟ فأين التذمم والوفاء؟ قال له أو كل البيوت تبنى على الحب، أو كل البيوت تبنى على الحب، فأين التذمم والوفاء؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنت بينك وبينها عقد الزواج، يبقى لابد من الوفاء بهذا العقد والصبر
على ما ابتليت به، على ما ابتليت به. ولذلك السلف رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يصبرون على سوء خلق المرء إذا ابتلي بها. واحد من الصالحين ابتلي بامرأة سيئة الخلق، فقيل له طلقها، فقال أخاف أن يبتلى بها غيري. شفت ازاي؟ شوف الصبر. أخاف أن يبتلى بها غيري. خلاص هو عرف أنها قدره فهيصبر عليها حتى يأخذ ثوابا مثل ما أعطى الله أيوب عليه السلام على بني. هذا السلف رضي الله تعالى عنه. ولذلك ورد عن سيد عبد العزيز التريني رضي الله عنه أنه ابتلي بامرأة صالحة كانت يعني شديدة عليه اختبارا له، حتى إنهم إن بعض الصالحين كانوا يتوسلون بصبر امرأته، بصبره على امرأته، ويقولون اللهم بصبر سيدي عبد العزيز الديني على امرأته أعطنا كذا وكذا. فلما عرف هو، لما راح عند جماعة من شدة ضيقه لقيهم طبعا ايه قاعدين وبيتوسلون الى الله تعالى ان يرزقهم كذا وكذا، وهو مش عارف يتوسلوا بايه. فقالوا انت عليك المره دي عليك الدعاء في هذه الليله، ادعو الله ان يرزقني. مش عارف هو يقول ايه. قال اللهم اني اسالك بما يسألونك به أن تعطينا كذا وكذا. شوف الذكاء. مش عارف هم بيتوسلوا يقولوا ايه. فقال اللهم اني اسألك بما يسألونك به فرزق. فقالوا له انت دعوت وقلت ايه؟ قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في الدعاء؟ قالوا احنا بنتوسل بصبر سيدي عبد العزيز الدليني على امرأته. ما يعرفوش ان هو يعني. فقال انا قلت ايه؟ اللهم اني اسالك بما يسالونك به. فتعجب هو طبعا. قال لهذه الدرجه؟ يعني انا صبري يتوسل به الى الله فيستجاب الدعاء؟ يعني وصل انه ده عمل صالح في القمه من الاعمال الصالحه. حتى ان الله يستجيب من اجله الدعاء. فرجع إلى امرأته في البيت فوجدها قد هدأت، هدأت عليه، غيرت. قال لها لماذا يعني تركت ما كنت تصنعين؟ قالت لأنهم أخبروك بالخبر. خلاص السر انكشف خلاص. يعني أنت كنت صاحب منزلة عالية عند الله. حتى إن الصالحين كانوا يتوسلون بصبرك عليه. خلاص ارجع كما ايه كما كنت. فعلا يعني الصبر على المرأة صبر يعني عالي جدا، ولا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرجال. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هي وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح
فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور العازمة التي لا يقدر عليها إلا الأقوياء من الرجال. الأمر الثاني طبعا اللي هو بعد صون اللسان عن رميها بالعيوب، عدم إظهار النفور والاشمئزاز منها، خصوصا إذا وجدت فيها صفات هي من صنع الله وحده، قضى بذلك عليها القدر الذي وقفت حياله مستسلمة، وذلك كعقمها أو مرضها مثلا. وهذا مظهر للمحافظة على شعورها فوق المظهر الأول، هو صون اللسان عنها. وعن رميها بالعيوب، وكيف تبيح لنفسك النفور منها وهي الحريصة على إرضائك والفوز بحبك وتقديرك لها، لكن الأمر ليس بيدها بل بيد من اختار لها هذا الوضع لحكمة قد تخفى على كثير من ذوي العقول، لعل منها أن يكون ذلك اختبارا لحساسية الإيمان ومدى فهم واقع الحياة. يعني واحدة مرضت بعد أن تزوجت، أو هي عقيم لا تلد، يبقى واجب على الزوج أن يحافظ إيه؟ على شعورها بألا يظهر النفور منها أو الاشمئزاز لو هي عقيم أو مريضة مرض شديد، يبقى يجب أن يحافظ على شعورها وألا يظهر أمامها إيه؟ الضيق أو الضجر أو النفور. قال ولمثل هذه الأمور عني الشارع بالوصية بها حتى لا تخمد نار الحب الذي هو روح الحياة الزوجية السعيدة، وحتى لا يكون من وراء ذلك فصم عرى الزوجية. يقول لك الدين انظر إلى زوجتك من زواياها المختلفة وبكلتا عينيه لا بعين واحدة، فلعل صفات الخير فيها تخفف من حدة النفور، فإن العقيم قد تكون عفة اللسان طاهرة، أو تكون صناعا ماهرا للطعام والشراب ونظافة البيت، ومثل هذه الصفات تفوق الجمال الحسي في وزن المرأة المثالية. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد تكون هناك امرأة عقيم لكن فيها صفات لا توجد في أي امرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة
إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولا يفرق بمعنى إيه؟ لا يبغض. من فرك يفرق، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يعني هي مريضة أو عقيم لا تلي، ولكن فيها أخلاق أخرى ترضي، يبقى لا يبغض المؤمن المؤمنة، يعني امرأته إن كان فيها خلق لا دخل لها هي فيه كالعقم أو المرض، عندها أخلاق أخرى ترضيك إيه؟ ترضيك عنها. وهكذا كل إنسان هكذا، فيه ما يغضب وفيه ما يرضي. قال لقيط بن صبرة، وكان في وفد بني المنتفق، قال يا رسول الله، لقيط بن صبرة، أي طبعا العرب في الجاهلية كانوا يسمون أي شيء، لقيط بن صبرة، إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني تقول إيه؟ بزيئة، بزيئة اللسان، لسانها طويل يعني. فقال له فطلقها إذن، ها؟ فطلقها إذن. قال يا رسول الله إن لها صحبة، يعني عشرة معاه، إن لها عشرة، وإن لي منها ولدا، ها؟ قال فعظها، يعني اوعظها، خوفها من الله، فإن يكن فيها خير فستفعل، فذكر إن نفعت الذكر سيتذكر من يخشى، فإن يكن فيها خير فستفعل، يعني تنتفع بالعظم، ولا تضرب ضعينتك ضربك لأمتك، ولا تضرب ضعينتك ضربك لأمتك، يعني عايز أقول إيه؟ ما تضربهاش يعني بالعصاية والكرباج، زي ما بتضرب الأمة. فأمره بإيه؟ بوعظها، فإن كان فيها خير هتتعظ. قال وإليك بعض النماذج الطيبة في هذا الموضوع. ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أن بعض المريدين من أهل السلوك، يعني سلوك التصوف والطريق، تزوج امرأة ذات جمال، قال فلما قرب زفافها أصابها الجدل، مرض جلد. طبعا معروف ان الجدري مرض خبيث، بينقل الجلد، يخلي فيه ايه؟ لما يطيب بيعمل بثور في الوجه وسواد نقط. طبعا المرأة مهما تكن جميلة لو اصيبت بالجدري أو البرص، الأمراض اللي هي الصعبة دي، خلاص أصبحت إيه؟ مشوهة. فالمريد تزوج بها فلما قرب الزفاف أصيبت بالجدل، فاشتد حزن أهلها لذلك، خلاص هتقعد كده في البيت، خوفا من أن يستقبحها زوجها، فأراهم هذا المريد، شوف الناس
فأراهم أنه قد أصابه رمد، يعني عينيه فيهم مرض الرمد، ثم أراهم أن بصره قد ذهب، يعني تصنع لهم أن هو مش شايف من الرمد. شوف إزاي، شوف الأدب العالي وإنكار الذات. حتى زفت إليه، شوف إزاي، قالوا خلاص ما دام هو مش شايف مش هنقول له إيه هي أصيبت بمرض شوه. قال فزال عنهم الهم، فزال عنهم الهم، وبقيت عنده 20 سنة وهي عندها مرض الجدد، رغم أنها جميل لكن شوه. قال ثم توفيت بعد 20 سنة. قال ففتح عيني، فتح عيني بعد 20 سنة، لو يظهر لهاش انه يعني هو اظهر لها انه لا يراها. فقيل له في هذا، يعني ليه عملت كده؟ شوف المجاهدة للنفس، المجاهدة الشديدة. فقال تعمدت لأجل أهلها حتى لا يحزنوا. شوف لما حزن أهلها عليها، يعني تصنع أنه إيه؟ أصيب بالرمد وأنه فقد البصر، حتى لا يحزن أهله. ومكثت عنده 20 سنة. الشيخ الغزالي بيقول وهذا من نوادر المجاهدين لأنفسهم المثاليين في تصرفاتهم، وإلا فمن يستطيع أن يصنع مثل هذا؟ والإمام أحمد خير بين سليمة وعوراء فاختار العوراء. الإمام أحمد بن حنبل قيل له لما ذلك؟ قال لأني لو تركت العوراء لم يتزوجها أحد. يعني السليمة لها سوء تتزوج فيه، لكن العوراء هتكون قاعدة البيت. فأخذها وترك السليم. طبعا دي ناس كمن رضي الله تعالى عنه. ناس كمن، لكن المتنطع يقول ايه؟ هم رجال ونحن رجال. طب تعال نحطك مكان الامام احمد، خذ انت العوره. يجي يقول ابدا انا هقعد رايح. ما دام انت بتقول هم رجال ونحن رجال، حطك انت مكان ترضى؟ ها؟ 20 سنة هم درجات من عندك. ما تقولش هم رجال ونحن، قل هم رجال ونحن عيال، ماشي تنفع. هذا من خير الناس.